أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي سمات الفقير المتعفف التي يعرف بها، وكيف نتأكد من فقر الفقير؟ سمات الفقير واضحة، إذا كان يظهر عليه الفقر والفاقة في ملابسه وفي جسمه، وفي أو الناس يطلبونه ديون، أن تسمع الناس يطلبونه ديون وهو ما عنده سداد، فالفقر علاماته واضحة، علاماته واضحة. وإذا كنت ما تعرف عنه شيئا تسأل عنه الذين يعرفونه. نعم.